أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام عاشوراء، ماذا يكفر من الأيام وما الأفضل في صيامه؟ وإن صام المسلم الشهر كاملا من بدايته وحتى نهايته. صيام يوم عاشوراء ورد في الحديث أنه يكفر السنة التي قبله، يعني يكفر الذنوب الصغائر التي حصلت في السنة التي قبله، هكذا ورد في الحديث الصحيح. فيه فضل عظيم، وهو سنة مؤكدة صامه موسى عليه السلام، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه، لكن أمر بصوم يوم قبله مخالفة لليهود. نعم.